ولكن أقواها على الأقل، الصيغة حاكمة ومحددة وفي التزام شديد بالدستور الامريكي وتفاصيله. بس برضه هي مؤسسات قويه جدا يا دكتور، لانه المؤسسه القويه او الدوله اللي فيها مؤسسات قويه هي اللي تقدر تستوعب الاضطرابات دي وتتعامل معاها. طبعا انا مندهش من حدوث الاضطرابات مش كيفيه استيعابها. لا معاك ان هو ده بالعكس، دي من المظاهر الديمقراطيه. يعني ما حدش يقدر يقول انه الاعتراضات او الاحتجاجات او الاعتصامات دي كلها مظاهر غير ديمقراطية. لا، هي مظاهر ديمقراطية ويجب أن نفصح لها الصدر، بشرط أن تقوم على أساس لا يعني التخريب ولا يدعو إلى الفوضى ولا يسيء إلى الآخرين. بالضبط. هو ده دخلت في أو فكرت في النقاش اللي بقى نقاش دولي لما منصة التواصل الاجتماعي تويتر حجبت المنصة أو الحساب الخاص برئيس دونالد ترامب، حتى في ألمانيا، حتى في فرنسا، في كل دول العالم بدأوا يتكلموا. هو ده ينطبق عليه حرية رأي ولا لا؟ هل ده ينطبق على ما يمثله الرؤساء ولا لا؟ علما بأنه أول حاجة عملتها أنجلا ميركل بعد ظهور نتيجة الانتخابات إن هي رفعت نفسها من متابعة دونالد ترامب. فكرت في هذا النقاش؟ فكرت في هذا الجدل؟ يعني شوف انا يعني كنت اود انهم لو تفادوا الحكايه دي. يعني هو بيعمل تويتات، ما هو بعد ما شبع، يعني بعد ما شبعنا 4 سنين ولا اكتر بالتويتات بتاعته والاراء بتاعته، حكم امريكا بهذه الطريقه. ده انا بقول لك، انا لولا تويتر لم اكن من الممكن ان اكون موجود. هو قال انا كان ممكن ابقى مش موجود اساسا لولا تويتر. هذا معقول في حوار رسمي يعني منشور. طيب يعني هو برضه هو استخدم الوسيله، ما حدش من الاول قال له لا، في شكل معين، في إجراء معين للتعامل مع الأجهزة المختلفة للوصول إلى قرار. هما بيقولوا لحضرتك بتقول ده بالظبط، التعامل المباشر دي بالتويترات. طيب أين كانوا هما؟ هما بيقولوا احنا اللي سمحنا بالاتجاه ده ينمو على مدى 4 سنين. بالظبط اللي حضرتك بتقوله. بالظبط، هو ده السؤال. أنا اندهشت، أنت جاي دلوقتي تحاسبه في آخر في الوقت الضايع. خلاص، ألم يكن هناك من الأفضل أن يحاسبوا من قبل الكونجرس أو الجهة المسؤولة عن محاسبة الرؤساء عندهم، ويقولوا خيف عندك هذه الوسيلة هي وسيلة غير متبعة بالنسبة للرؤساء؟ يعني مش ممكن. إنما هكذا حدث وأمطرنا بوابل من الأفكار والآراء الغريبة. ده في يوم من الأيام قال لك اللي عنده كورونا يشرب بسبرتو. فاكر أنت؟ يشرب كحوليات وحاجات كده. والله العظيم. لا كان له شطحات يعني. ده فعلا قذافي. يعني حضرتك قلت قذافي الولايات المتحده. ايوه. لاي درجه السمعه الامريكيه او الصوره الامريكيه اضيرت بسبب الاحداث الاخيره؟ الولايات المتحده الامريكيه دلوقتي فيها اداره، بايدن قال انه احد اولويات ادارته في لحظه معينه انه هيعمل مؤتمر دولي يشارك فيه اهم ديمقراطيات العالم، وهيقول انه مؤتمر للديمقراطيه. لأي درجة الصورة أضيرت بالنسبة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم؟ شوف، في وجهتي نظر. وجهة نظر تقول إنه ما حدث من فوضى وجرى من أحداث ينتقص من قدر الولايات المتحدة الأمريكية والتاريخ الديمقراطي للبلاد. وجهة نظر أخرى ترى لا، إن ما حدث هو استغراق في الديمقراطية، حدثت فيه تجاوزات من طرف، ولكن الدولة باقية والديمقراطية مستمرة. يعني بالعكس، يقول لك بالعكس، ده ليس الديمقراطية علاجها، علاج مشاكل الديمقراطية مزيد من الديمقراطية. كانوا يقولوا لنا كده في الجامعة واحنا طلبة. وده مظبوط. كل ما تجد ان فيه اخطاء ادي مساحة اكبر لحرية الرأي لتكشف مزيد من الاخطاء. دي فلسفة معينة. في بقى الرأي البادئ السريع اللي انا قلته في الاول، انه الناس بتعمل ايه كده في نفسها؟ الامريكان بهدلوا نفسهم كده ليه؟ في رئيس امريكي يعمل كده؟ او في دوله تعمل مع رئيس امريكي اللي بيحصل ده؟ كان فيه حاجات كتيره جدا وتساؤلات كتيره جدا. ولما تقرا دلوقتي